جينا نتكلم على أعراض القرع أو الخرع، يظهر القرع على شكل بقع جلدية حمراء صلبة مرتفعة عن سطح الجلد، بتعرف بالإحتاطات الحمامية أو الإريثروماتس بابيلوزيس، وحيث تحيط هذه البقع ببصيلات الشعر، ومع زيادة حدة الالتهاب الحاصل يتغير شكل هذه البقع الجلدية لتصبح قشور صفراء مائلة للون البني، تتجمع في مجموعات تشبه خلية النحل، علما ان هذه القشور مكونه من الخيوط الفطريه وبقايا الكرياتين، وفي حال تركها دون علاج فان قطرها هيتسع لتسبب المزيد من تساقط الشعر، ويؤدي ذلك تدريجي لحدوث الثعلبه التندبيه اللي هي السكارينج الوبيشيا التي يحدث فيها فقدان للشعر ما ظهور ندبات او علامات على فروه الراس. وعلى الرغم من ان العدوى قد تصيب مناطق اخرى من الجسم زي اللحيه زي الدقن يعني او الاظافر او الجسم، ولكن في العادة بتصيب فروة الرأس أولا، استعتبر فروة الرأس المكان الأكثر شيوعا لحدوث العدوى. نكمل بقى العلاج بتاع الثعلبة والقرع. مع السلامة.